نختم ان شاء الله. ماشي، في 3 مراحل بنمر بهم كده. مرحلة نهاية المنهج، بتيجي تحس ان انت وانت بتختم اخر حصة كده ان انت ناسي الباب الاول والتاني والتالت، حتى الباب الرابع اللي انت بتدرس فيه هتلاقيك ناسي 3 ارباعه. موضوع النسيان ده طبيعي جدا، يعني حضرتك موضوع ان انت تبقى ناسي كل اللي اتشرح ده مفيش مشكلة، هيتلم في المراجعة، بس انت كمان لازم تتلم في المذاكرة. يعني انت تعمل اللي عليك، تحاول تذاكر وتلم اللي فات، وانت بتذاكر بتحدد الاجزاء اللي انت ما انتش فاهمها، او الاجزاء اللي انت بتقف عليك الاسئله فيها دايما. عشان واحنا بنراجع تقوم وقفنا كده، عيد الحته دي تاني، احنا يبقى عندنا وقت بقى، عيد الحته دي تاني، يا ريت مثال تاني يتحل عليها. فتبدا انت تحدد نقاط الضعف بتاعتك، وتبدا تركز على نقاط الضعف ديت لحد ما تبقى نقاط قوه. لان مثلا انت لو عندك جزئيه ما انتش فاهمها النهارده وما فهمتهاش في المراجعه، في الامتحان هتبقى صعبه جدا ان انت تحلها. فانت لازم اول حاجه بتذاكر اول باول، يعني الجزء اللي احنا نقول نراجعه يتراجع، وانت بتراجع بتعمل حاجتين، اللي انت عارفه بتحل عليه وبتثبته، واللي انت مش عارفه بتحدده عشان تحل المشكله بتاعته. تمام يا جماعه كده؟ موضوع بقى ان احنا بنحل من اكتر من مصدر. اللي حصل السنه اللي فاتت، ان السنه اللي فاتت كنا شغالين من كتاب، وجينا حلينا كتاب مراجعة. في ناس حلت كتاب، في ناس حلت كتابين وثلاثة، ولكن دول كانوا مع نفسهم. احنا المجموعة الدفعة بتاع السنة اللي فاتت يعني كانوا ايه، من أول السنة كده الدنيا بالنسبة لهم مش مظبطة خالص. كانوا بقى الدفعة اللي هي كانت جت في كورونا في إعدادي، وخدت أول سنتين في السنة وكورونا برضه، فكانت الدنيا بايظة بالنسبة لهم. فاحنا مش عاوزين نكرر بقى موضوع السنة اللي فاتت ده. فاحنا السنة دي بقى ايه النظام بتاعنا؟ زي ما قلنا كده، ال3 كتب مراجعة اللي احنا هنحلهم هو تقيل شوية، ولكن بيجيب نتيجة كويسة جدا. يعني زي ما قلت لكم قبل كده، الناس اللي بدأت تشتغل وتراجع الموضوع بالنسبة لهم سلس جدا، وهيبقى بالنسبة لك كويس جدا. وزي ما قلنا يا جماعة الخير، نستغل إمكانياتنا نبدأ نذاكر. يبقى انت في المراجعة هتعمل ايه؟ هتذاكر، واللي انت عارفه بتحل عليه اكتر من مرة في اكتر من مصدر واكتر من كتاب، وبتثبت اللي انت عملته ده، واللي انت مش عارفه بتحدده، عشان لما نيجي نعمل حصة فنيات او مراجعة مثلا على الباب الرابع، يبقى انت عارف احنا هنتكلم مثلا على 10 اجزاء كده في الباب الرابع، وندقق عليهم والاسئلة بتاعتهم، يبقى انت عندك جزئية او اتنين تبقى قاعد فايق قوي وهما بتقل. ونحل بقى، انت هتبقى بقى واقف عليك الاسئله، تبدا تقول السؤال ده والسؤال ده والسؤال ده، نبدا نحله، او احل معاك واحد وانت هتحل الاثنين التانيين. ليه؟ لان هي طالما نفس الفكره هتبدا انت تشتغل. فالكلام بتاعنا هيبقى في المراجعه كده. محتاجين بقى نحل زي ما قلت بقى، اقل حاجه نحلها 3 كتب. في ناس ربنا يكرمها في الفتره دي تحل 4، ناس هتحل 5، في ناس شغاله على نفسها جامد. انت اختار لنفسك انت عاوز تبقى فين. ما هو برضو مهما امتحان الكيمياء يكون صعب او اي امتحان يكون صعب، لو انا حليت 3 كتب وشفت كل الافكار اللي فيهم مش هيقل عن 55، مش هيقل عنها خالص. يعني حليت 3 كتب كاملين لما ادخل امتحان الكيمياء، مهما يكون الامتحان صعب، احنا بنحل افكار صعبة من اول السنة، مش هيقل عن 55، بس لازم ابقى حللهم وحللهم بفهم. خلاص يا جماعة، النهاردة ان شاء الله بنختم وبننهي عشان نفوق للمراجعة. المرحلة الأولانية إن أنت هتبقى زي ما قلت لك كده، في حاجات عارفها وحاجات مش عارفها. لو دوست على نفسك شهر هتيجي تبص تلاقي بقى إيه، في مشكلة تانية بدأت تظهر. المشكلة اللي بدأت تظهر ديت إن أنا لقيت الكيمياء بقت سهل، ما أنا متمرمط فيها شهر، بس في مادة أو اتنين تانيين مش ظابطين معايا. فبنقوم نعمل إيه بقى؟ نقوم راكنين الكيمياء ديت، ونقوم راكنين مثلا الجيولوجيا، وراكنين المادتين التلاتة اللي احنا ظابطينهم، ونقوم فايقين لمين؟ مش هقول لك ما تركنش وما تروحش للمواد التانية، هقول لك روح للمواد التانية، بس المواد اللي انت ظبطتها ديت خليها معاك في الشامل. يعني ايه في الشامل؟ كل يوم حل لك امتحان، خلي مذاكرتك بقى كلها ايه؟ شامل. بس ترك
تقوم قاعد من الدرس. خلي بالكوا الدرس في الفترة اللي جاية دي كلها ايه؟ تكليفات. يعني ايه تكليفات؟ انا مكلفك تذاكر نص باب وتحل عليه، فانت مذاكر وحالل وجاي وانت حالل. طيب، لان انت عارف ان انت عندك درس النهارده، قعدت في اليومين ذاكرت وايه وحليت. طب انا بقى قعدت في البيت وهبقى احل بكره وبعده واشتغل نظام التسويف، لا انا حالل نص باب اللي عليه ولا هفتح بعد كده واقوم راكن الكيمياء اسبوعين، هتقوم صفحه عندي ايه؟ زي الزفت خالص. ما خلاص بقى، فحضرتك هتحل مشكلتك في الكيمياء، تبدأ تظبطها في بقية المواد وتبدأ تظبط نفسك كده. في مشاكل وفي نسيان هيتظبط بالمراجعة. المادة بقت سهلة مركنهاش، هستمر في حل مين؟ الشوائب. كل ما تحل شامل بعد كده هتلاقي الدنيا بالنسبة لك ظبطت. ولما تيجي تحل شامل محتاج حضرتك تحل برضه بوعي. يعني ايه؟ هقعد احل امتحان، ماشي؟ ما احلش امتحان واقوم، ده انا هظبطها كده، هيبقوا امتحانين. يعني في القعده الواحده مذاكره كيمياء هعمل ايه؟ امتحانين. ليه امتحانين؟ عشان الامتحانين هتتكرر فيهم الافكار. فلما احل في الامتحان الاولاني فكره تقوم تتكرر معايا في الامتحان التاني، يبقى انا كده افتكرت وثبت والدنيا بالنسبه لي ظبطت. ما احلش امتحان واقوم، هو هتبقى كده ان شاء الله.